سلطانة فلوغات. اليوم غادي نشارك معكم البورس بلدي أو القراش البلديين. إن شاء الله غادي نشارك معكم مقادير كذلك طريقة التحضير. غادي نحتاجو كيلو لاروب ديال الدقيق، غادي نحتاجو ربع ديال الفينو باش كنكملو كيلو، غنحتاجو كاس ديال الحليب دافي، غنحتاجو كاس معمر ديال الزيت، غنحتاجو كاس ديال سنيدة، كاس ديال الماء دافي، غنحتاجو جوج بيضات، غنحتاجو الماء الزهري، غنحتاجو قبصة ملح، غنحتاجو جوج معالق ديال الزنجبيل محمرين والنافع، غادي نحتاجو الخميرة، وغنحتاجو جوج معالق ديال الزبدة. إذن على بركة الله غنطلقو طريقة التحضير. هانتوما البنات، درنا دابا في الخلاط ديالنا، درنا كيلو لاروب ديال الدقيق، غادي نضيفو الفينو ديالنا اللي هو ربعة، واللي ما كيبغيش يدير هاد الفينو هذا يعني يستغنى عنه، غادي يدير غير الدقيق بوحدو، ولكن انا كنبغيهم شي يجوني حرشين ديال سنيدة. الخميرة ديالنا غنديرو الزنجلان، نديرو الزبدة، هنا كأس ديال الزيت، درنا البيض ديالنا، نديرو جوج معالق ديال ماء الزهر أو النكهة كاينة أزا كيديروها ديال الزهر، واللي مبغاش كيدير الفاني عادية. غادي نضيفو الكاس ديالنا الدافي ديال الحليب الدافي، يعني ما غنحتاجوش حتى نشوفو واش الخليط ديالنا تجمع بهذا الحليب هذا، لما تجمعش كنضيفو ليه هاد الماء هذا اللي ديجا سبقنا دفينا. ودابا غادي نخلطها بيديا شويه في جنها، وعاد غادي نديرها في العجانه ديالنا. هانتوما البنات، دابا حيت ملي خلطت الخليط ديالي يعني خصني الماء ضروري، غادي نزيد الماء حيت خصنا العجينه تجينا خفيفه. هانتوما البنات، من بعد ما عجننا القرص ديالنا دابا غادي نحطوه في الخمر ان شاء الله، من بعد غادي نطلقوه في الطريقه ديال الكوار ديالو باش غادي نطيبوه ان شاء الله ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. دابا هذا هو العجين ديالنا من بعد ما اختمر، دابا غادي نحاول نخرجوا منه الهواء كامل اللي فيه، بعد غادي نشكلوا فيه كويرات ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما خديت جوج صفار ديال البيض غادي نزيدو عليهم واحد ساشي ديال نسكافيه باش نخلطوهم مع الحليب، وان شاء الله نتلاقاو باش تشوفوا الطريقه ديال القرص ديالنا كيف كيجي. من بعد ما كنقرصوهم قبل ما كندخلوهم الفرن باش يخمروا، كنحاولوا ما امكن ندهنوهم غير بشويه باش ما نهبطوهمش، كنديروا الزنجلان من فوق التزيين، ديروا غير شي شويه ورقه. ودابا نطلقاو من بعد. انا دابا دخلت الكريسات ديالي الفران باش يخمروا، راه ما شاعل ما والو، راني طفيتو غير باش يختمر ليا بالزربه. هما البنات دابا حطيتهم في الفران كيطيبوا، تبارك الله راه طلعوا زوينين، وان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد التقديم. انتما كيف ما كتشوفوا كيجيو مفشفشين زوينين بحال القطن. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.